الحكاية ما بتنتيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم ضمن برنامج نبض الوطن. يسرنا أن يكون معي ومعكم في هذه الحلقة ضيف كريم وعزيز، نجم سطع سماءه في عالم الفن، شارك في عديد من الأفلام، الأعمال الفنية، الأفلام والمسلسلات، أهم هذه الأعمال عبد موتى، البرنسيسة، الفيل في المنديل، يانا يا خالتي، الزمهلوية، الفرح من ظهر راجل، وأخيرا يعمل عمر الأزرق، ومسلسلات بين السرايات، العين الحمراء، زي الورد، جوز ماما، شيء غير الحب، الحارة، وغيرها من الأعمال الكثيرة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الفنان الجميل حاتم جميل، اهلا بحضرتك حبيبي. سرش اشكرك. في البدايه قبل ما اتطرق للحوار الممتع مع الاستاذ والفنان والنجم الكبير حاتم جميل، هناك ازمه في مركز سندروس محافظه الفيوم نريد ان نسلط الضوء عليها. الازمه هناك الاهالي قد تبرعوا ب 2 مليون جنيه لوحده الغسيل الكلوي ومستشفى سندروس المركزي بمحافظه الفيوم. الاهالي تبرعوا ب 2 مليون ومركز ليونز تبرع بمبلغ مالي، الحقيقه انا لا اعرف قيمه المبلغ الذي تبرع به مركز ليونز، ولكن هناك ازمه. ولكن زي ما حضراتكم شايفين دي اليافطه، المحافظ وافق على ان اليافطه توضع بهذا المشهد، مما اثار غضب اهالي سنورس. هم يسألون، يعني هم تبرعوا، لو كل واحد بيتبرع بحاجة يعني يوضع اسمه على مكان معين، وهم تبرعوا بمبلغ كبير، فكان من الأولى إن كان أن توضع هناك أسماء فلابد أن يوضع اسم الأهالي. لكن المحافظ دائما ما يفاجئنا بهذه الأوامر. في بعض أبناء السنورس يرون أن المحافظ يستفزهم بها، ومعنا عبر الهاتف للتوضيح أحد أبناء سنورس الأستاذ أحمد السني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. استاذ احمد، كيف ترى وضع اليافطه التي في مدخل مركز الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزي، وما تعقيبكم عليها وانت من ابناء سنورس؟ والله يا فندم طبعا احنا فوجئنا بعد جمع الاهالي تبرعات لاقامه مبنى وضع الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزي بالجهود الذاتيه واستكمال المبنى، وطبعا بالتعاون مع نادي الويلز العالمي. فوجئنا النهارده ان في يافطه اتحطت على المبنى بدون ذكر تبرعات اهالي مركز ومدينه سنورس الذين قاموا بالبناء. فطبعا تم الشديد من قبل الكثيرين، ولا محدش عارف ان العلامه دي جت من مين، جت رغم جت من المحافظه، جت من النادي العالمي. احنا بنشكر النادي العالمي ان هو تبرع بالاجهزه. كان المستشفى تبرع ب 18 جهاز واحد في الكلوي، جاي دوبك منهم جهاز، وفي كلام تاني بكره جاي تابع الاجهزه دي. ننتظر بكره ان شاء الله نشوف الاجهزه النتيجه. المشكله تنازع في المستشفى السادات المركزي، نقص في الاطباء، في الصواقع عندنا نقص في الجراحه، في التخدير، في الانف والاذن والحنجره، في الاطباء سواء خاصيين او نواب. عندنا قسم الاستقبال ما فيش دكتور واحد بيستقبل اي حاله. اسالك اولا هذا مجال، يعني اسالك هل هناك اعتراض من ابناء سنورس على اللوحه المكتوبه على مدخل مركز سنورس او مركز الكلوي الغسيل الكلوي بمستشفى؟ يعني هل هناك اعتراض من الاهالي على هذه اللوحه التي تراها على الشاشه؟ في هنا في بطريقه مستفزه فعلا، خدت بال حضرتك عن طريق كثير من اهالي مركز مدينه النورس على صفحات السوشيال ميديا وضع اليافطه نادي الوقت. تمام. بقول لحضرتك في هناك في اشريط شباب واهالي لوضع يافطه نادي الوينز بدون ذكر تبرعات النورس على صفحات التواصل. اتحرك في مكان فيه شبكه يا استاذ، بس عشان نسمعك والمشاهدين يسمعوك. بقول لحضرتك معلش عشان في المغرب بيأذن عندنا هنا. بقول لحضرتك في استياء شديد فعلا في بين ابناء مركز ومدينه سنورس. يعني انت ترى ان محافظ الفيوم له دورا في وضع هذه اللوحه؟
بالتاكيد، لان طبعا المبنى يدعى وزاره الصحه، داخل مستشفى مركز مستشفى سينوسي المركزي، فطبعا يدعى محافظه الفيوم شخصيا. فاذا دي اكثر النادي ما كانش حطها كده من نفسه، بالتاكيد بتعليمات من السيد المحافظ الفيوم، اللي طبعا زي ما عمل قبل كده في نادي روتري بالفيوم. فالاهالي غضبوا لانكار دورهم في بناء المبنى مركز الغسيل الكلوي، وهذا يؤثر بالسلب والاحباط لدى غالبيه كثير من ابناء سندوس. يا استاذ احمد، يعني المشكله ان انتم مش زعلانين ان هم يوضعوا اللوحه، ولكن يكتب اسم الاهالي على الاقل، يعني الذين تبرعوا باكثر من 2 ملايين جنيه. يعني يا فندم، المبنى على اقيمه بالكامل بجدود ذاتيه على مساحه 280 متر 3 ادوار بالكامل، تبرعات اهالي مركز وابناء مركز مدينه سنورس بدون اي مساهمه من المحافظ او من وزاره الصحه او من اي جهه حكوميه. نادي الوينز تبرع بتسع اجهزه وحده غسيل كلوي، اتى منها اليوم فقط جهاز وحيد، وغدا لافتتاح المركز الغسيل الكلوي. طبعا ما ينفعش ان ابناء مركز مدينه سنورس شغالين فيه على مدى عام كامل وما يتمش ذكر ابناء مركز مدينه سنورس، ويوصل الفضل كله لنادي الونز. اذا يا استاذ احمد، انتم تحملون المحافظ مسؤوليه وضع هذه اللوحه على مدخل المركز الغسيل الكلوي، هذا المشهد دون وضع اسماء، ولو ان لكل من تبرع وضعنا اسماءهم لوجدت كل ركن من مستشفى سورس المركزي عليها اسم. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد سني، شكرا شكرا فندم، شكرا على التوضيح. في الحقيقه دكتور جمال سامي، اهالي سنورس غاضبون دائما ما يصفون ان هذا استفزاز، كما حدث في السابق في امام مستشفى الفيوم العام بوضع ميدان كبير باسم روتري. والحقيقه انا لا اعرف كم تبرعت روتري لمستشفى الفيوم حتى تحظى من سيادتك بوضع ميدان باسم روتري في محافظه الفيوم. ابناء الفيوم معالي الوزير غاضبون، فانظر اليهم. نعود في حوارنا مع الاستاذ حاتم جميل، شرفتنا النهارده. وقبل ما ندخل مع حضرتك في الحوار نرى بعض اعمالك الفنيه. اتفضل يا استاذ. ايوه عمنا الواد وشه ده ايده طويله، عينك قليل. ها؟ عيني عمنا. طبعا عمنا انت عارف ان انا مثال الامانه يعني. ماشي يا مثال، وانا هروقك. عيني عمنا. ليلتك زي العسل. بالسلامة. شنطة موجودة. شنطة؟ ازاي؟ دور وشه. دور وشه. الوسط حاطها على وشه. استنى انت يا مثال. بالك يا وش منتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزمنا، نفض لنفسك يا نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك يا ابني مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. ورجعنا لحضراتكم مع فناننا الجميل الفنان النجم الكبير في وجهة نظر وفي وجهة نظر مشاهدين قصر وممن يشاهدون الأفلام المصرية والمسلسلات، الفنان حاتم جميل. أهلا بحضرتك. حابين بداية الفنان كيف نشأت الفنان حاتم جميل، وفي أي مدينة أو قرية نشأ الفنان حاتم جميل؟ والله أنا أصلا نشأت في الجيزة، في الدقي، في منطقه بين السراب بدايه. وبدايه الاتجاه الفني كنت انا في الثانوي كنت بعمل على مسرح مدرسه الزراعه، يعني مسرحيه. وبعد كده انا ليا جاري استاذ احمد عبد الله رشحني ساعتها للفيلم بتاع فيلم الناظر، رحت عملت اختبار. كان اول فيلم كان اول اول فيلم اشتغله، كنت انا رحت عملت اختبار في وسط مجموعه من الناس والحمد لله. يعني فيلم برضه فيه عمالقه علاء ولي الدين. طبعا كان ليا نصيب، انا دخلت في اختبار والحمد لله رب العالمين يسر لي ربنا الامر يعني، واخدت الدور. وكان هو ان شاء الله دور اللي لحد دلوقتي الناس يعني عارفيني بيه يعني.
بدايه يعني فيلم الناظر ما زال متعلق في اذهان طبعا لانه هو فيلم جيل يعني فيلم يعني تقدر تقول عليه الفيلم كل جيل فيه فيلم كده معلم مع الناس. هو الفيلم ده لان الفيلم ده كان حاله يعني دي كان بدايه الفنان دي كانت البدايه وبعد كده بدات بقى يعني خالتي زمهلاوي يعني هل كان الدور بسيط في فيلم الناظر ولا انت كنت راضي والله عن الدور؟ انا عموما راضي عن 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 الحجم اللي باخده في حين ان الحمد لله رب العالمين بيكون على قد ما حجم مش كبير على قد ما هو منور يعني ممكن الواحد يعمل حاجه كبيره قوي ومش منوره مع الناس يعني. ولكن الحمد لله رب العالمين انا الافيهات اللي بقولها البسيطه دي كده مسمعه مع الناس والناس بتقابلني في الشارع يعني المد الملك يعني وش انا واحد بيكلمني بيقول لي انت فعلا الضيف اللي انت بصيت دمه خفيف جدا يا حبيبي والله ده مفهوم يقبلوا في ان يكون في ادوار كبيره وفي ادوار مشاركه في البطوله والبطولات القادمه يعني وان شاء الله بامر الله يعني ان شاء الله انا بعمل حاليا ضد مجهول مع المخرج الاخ والجميل طارق رفعت حاليا ضد مجهول ده بطوله غاده عبرازي الحمد لله عامل فيه دور كويس وان شاء الله يعني متفائل بيه جدا يعني هيكون في رمضان ان شاء الله. يعني ايه الدور اللي انت اديته طالع خلاص مبسوط ان انت اديت الدور ده وهل هي دي شخصيه دائما يعني ايه يقولك في الفن هل شخصيه الفنان داخل التصوير هو نفس شخصيته خارج وربما تختلف فالموضوع بيبقى صعب. انا مش حاتم جميل اللي انا بمثل دور واقف بضرب اللي طالع واللي داخل فيلم الناظر مش انا اللي في لا الدور بيبقى صعب لان انت بتمثل شخصيه غير الشخصيه خالص فعلا يعني. فعلا انا كتير يعني كتير بيقعدوا معايا بمستغربين ازاي انت يعني في فارق كبير ما بيني انا كشخص عادي وبيني انا قدامهم على الشاشه فده بيخلي الناس يعني هو بيحصل انبهار ولكن هي يعني الحمد لله ربنا حسن اداء يعني ولكن هم بيشوفوا ان في فرق كبير يعني انت شرير قوي لكن انت مش كده يعني هو بيعاملك اول ما يشوفك لا ده حاسب ده بقى اللي مالك يا دي وش ومش عارفينش تعليم والحاجات دي فبيقول لك فهي انا متصنف كده ولكن انا ان شاء الله في فتره جايه يعني في وعود ان شاء الله ان اخد يعني من اطار يعني تنسلخ من هذا الدور بقى لان انا مش هيتخاد عليك لانه مش بايد الممثل بصراحه يعني هو بترشح كده يعني فاهم ازاي ولكن في بعض المخرجين بتبدا بقى تقول لك تعالى اخرجك من الحته دي عشان اخليك تمشي في حته تانية لان الممثل يستطيع يؤدي جميع جميع الاتجاهات انا شايف ان الدور ده اصعب دور يعني خلاف ان هو الدور لا يلمس باي حقيقه من الشخصيه الحقيقيه يعني تمام انت تمثل تمام شخصيه بعيدا كل البعد عن حاتم جميل يعني اكيد فهي دي الصعوبه يعني هو بص حضرتك عادل ادهم مثلا حد طيب الى ابعد الحدود بيعمل ادوار الشر وهو مثال من يعني استاذنا ومثال في في في, في الاداء الفني اللي هو من ناحيه ان هو يطلع شرير ولكن هو حد طيب جدا فهو ده قوه اداءه قوه حرفيته فده في حد ذاته حاجه قويه يعني من 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 الحاجات اللي تتقال على الممثل ده ممثل شاطر ان هو تقعد معاه هو شخص انما على الشاشه شخص تاني خالص ده فضل يعني انت طب في حد قابلك خاف منك يعني كتير لحد ما يقعدوا معايا يعني من اول قال كده يحس ان انا ممكن اطير في الجو ده تاثير ان الدور اثر وان انت اديته على اكمل وجه يعني هو المشاهد خد انطباع ان هو ده حاتم جميل بره وجوه يعني هو مش بيمثل دي شخصيته دي حقيقه دي حقيقه فان انت تاثر شخصية تستحق الاحترام هو الشعب المصري بطبيعته طيب وبعدين بيصدق بطريقة بقلبه يعني فاهم حضرتك فبيشوفك كده فانت كده لحد ان يعني اول ما قرب منك ليك انت لا انت مش كده خالص يبقى انت حد الحمد لله شاطر يعني ايه الاعمال يعني ايه كنت بتتمنى انت يبقى لك فيها دور اكبر في يعني فيلم معين كنت حاسس ان انت ممكن يبقى لك دور في الحته او المشهد او هناك دور في السيناريو كان ممكن حاتم جميل يتفوق في الدور ده والله في اكتر من 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 عمل يعني انا بتحجم في المساحه شويه بس طبعا ده مش مش يعني ده مش بايدي انا ده بدايات يعني واخد بال حضرتك بس هو انت بيجيبك في حته الحمد لله رب العالمين انا بعمل اضافاتي انا كممثل يعني الكلام بيجيني بفكر السيناريست انا بحط الحته بتاعتي بقى حته الممثل الموهبه بقى بتحط بقى حتى في الكلام بتظبط الكلام عشان تقدر تقول الشخصيه دي انت بتجيب الشخصيه من جوه قوي لذلك انا مثلا اما يكون في شخصيه مثلا فيها حرفه معينه انا بقترب من الناس بتوع الحرفه دول عشان اعرف ايه الافيهات اللي بيقولوها والكلام اللي هو الجواني قوي عشان يعني اقدر اعرفه تتدرب على ارض الواقع لازم يبقى انت عارف لازم طبعا مش عشان مستني المخرج يقول لك قول ايه لا وتقولها بطريقه ازاي انت تبقى جاهز عشان ما بقاش بعيد عن الواقع لان السيناريست هو بيكتب يعني بيعمل تصوير المشاهد بس لكن انا كل ممثل ليه حتته ان هو يعرف يجود بقى يقول لك يجود ويعرف التفصيله يعني انا مثلا في في في, في وش سجون مثلا
جبت تفصيله مثلا في حاجه بيقولوها لبعض المساجين، ورد الوردوش عليك يرد عليه يقول الوردوش والورد عليك، الحاجات دي كنت انا اول حد قايلها يعني على يعني دي ما كانش في السيناريو؟ هي مش مكتوبه لا لا لا، يعني أنا حضرتك استنطقتها؟ انا يعني جبتها، جبت حد مسجل فعجبت سالته قلت له ايه الكلام اللي بيتقال بينكم وبين بعض والحاجات اللي، فقال لي زمان كان في حاجه اللي كان قالها الاستاذ محمد سعد اللي هي صبح صبح، دي كانت موجوده في السجون. اوكي، بعد كده بقى في حاجه جديده اسمها ورد الوردوش، فانا جبت حد عشان اعرف المعلومه. يعني انت بتشتغل خارج الاطار، يعني انت مش يعني مش منتظر المخرج يقول لك دي المفروض تعمل بيقولوا ايه، لا انت جاي عارف هما بيقولوا ايه، ممكن تضيف كمان للسيناريست حاجه تخلي المشهد اقوى شويه. يعني هو اكيد انا باخد الورق، الورق بيكون يعتبر يعني عادي، فانا دوري ان انا اخليه منور، لان انا لازم انور الحته اللي انا خدتها. يعني انا مثلا الدور مش كبير، فلازم الحته اللي انا هاخدها دي انورها، فانورها بافيه حلو. يعني انت حضرتك عايز تقول ايه؟ ممكن حضرتك نفس الدور ده يمثله حد تاني ما يجيش يقوله عادي. انا مع ان هو الكلام هو ما ينورش يعني. بس ما وصلش رساله اللي عايز الدور ده يوصلها او الشخصيه توصلها. أيوه. للمشاهد يعني. لانه ما اشتغلش عليه، ما حته ان انا اخد الورق واشتغل عليه ان انا اجيب الشخص ده اللي هو موجود في الشارع لو حتى منحرف. يعني مثلا ملك يدي وش، انا اللي حاططها يعني، خد بالك حضرتك ده مع محمد هنيدي. انا خدت عارف ان انا هعمل ده، كان استاذ احمد عبد الله كلمني قال لي انت هتثبت حد معين، هتعمل 1 2 3 هتقول ايه؟ فقلت له طب استاذ هشوف كده اعمل ايه؟ قلت انا كده راح هو مكمل بقيه الجمله، انا قلت مالك كده وش، راح هو الاستاذ بقى راح كاتب ايه؟ ملتيب علينا، راح مكمل بقيه الديالوج. بس يعني يعني لازم انا اجيب من الشارع عشان من الشارع يبقى اقرب للشارع، انا في الشاشه لازم اكون قريب من الشارع عشان الناس تفهمني او تكون قريبه مني يعني. يعني ايه الافلام، انت شايف مجموعه افلام كبيره، يعني احنا بنتكلم على فيلم عبد موتة وده كان له جمهور كبير طبعا، وفيلم ايضا البرنسيسه الفنانه علا غانم، والفيلم المنديل، ويانا يا خالتي، كل الافلام. يعني ايه اكتر فيلم الفنان حاتم جميل شاف نفسه موجود في الفيلم ده يعني اقوى من فيلم غيره؟ هو انا شايف ان فيلم البرنسيسه اكتر مساحه اداني فرصه ان انا يعني استعرض امكانياتي، لانه كان اكتر مساحه بالنسبه لادواري كلها. ممكن يكون الفيلم ما خدش الحظ الكبير قوي بالنسبه لل يعني المشاهدات، ولكن انا يعني. انا شايفه اكتر مساحه اداني فرصه ان انا اشتغل طبعا. يعني ممكن الفيلم في المجمل ما تلقاش القبول او النجاح، لكن انا كدوري هو كان ظاهر يعني كنت راضي جدا عنه. والشغل مع استاذ علا طبعا حاجه مشرفه يعني، فعملته كان المساحه كانت حلوه، فطلعت امكانياتي فيه وانا راضي عنه جدا يعني. طيب الفنان حاتم جميل يعني ماذا تنظر للقادم يعني في المستقبل؟ والله تفاؤلا طبعا بامر الله خير طبعا. انا شايف ان انا يعني بخطو خطوات ان كانت مش واسعه، ولكن شايف ان في توفيق بيظهر يعني، بدات ناس تهتم يعني، حتى انا استضفت في برامج قريبا يعني، اللي هو كان اسم البرنامج وشوش بنحبها. كان طبعا مع الاستاذ سعد يونس، فكلمه وشوش بنحبها ويجيبوني، فانا كده اداني شيء من زياده في الساحه، انت موجود على الساحه. لا غير موجود، وشوش بنحبها، فانت بتتكلم ان الاعداد اشتغل على مين الوشوش اللي الجمهور بيحبها، فانا ده في حد ذاته بالنسبه لي انا شايفه نجاح. ان انا كنت من الجمهور المصري يعني. هم عرفوا الجمهور المصري بيحبك طبعا يعني. طبعا انا اخترت يعني، كان اختياري يعني. اختياري من الناس اللي وشوش بيحبها، فانا جابوه، فانا كنت سعيد جدا، لان ده بالنسبه لي انا عرفت ان انا مقصر في بالنسبه للجمهور. انا بتقابل بره الحمد لله رب العالمين، بيقابلوني في مولات، بيقابلوني في اي حته، في اوتيلات كده، بتقابل مقابله الحمد لله رب العالمين، فبشوف حب الناس لشغلي يعني. في ادوار عرضت على الفنان حاتم جمال ولا لا ما ينفعش تمثل؟ هو انا في ادوار بتبقى يعني ايه بتمس الاخلاقيات شويه، فانا برفض يعني. هناك ادوار عرضت على الفنان بتخليك ان انت مثلا حاجات بتبقى ادنى يعني بتادي، هو كله تمثيل، بس انا يعني ما بقبلش اي حاجه ممكن تقلل من يعني انا كشخص غطش الحياء يعني. على اساس انا يعني فاهم ازاي، عندي اسره، عندي يعني بيت، عندي بنات يعني وكده، فبحب ان هم يشوفوني بشكل يعني يشوفوني كده اوكي عارفين، لكن حاجه اقل من كده يعني مش الفنان حاتم جميل يعني يؤسفني طبعا ان انا عرفت حادثه الاعتداء على شقيقك احمد يعني. أيوة. احنا معنا بعض الصور مخرجنا الجميل احمد امين، يا ريت نعرضها.
على الشاشة للسادة المشاهدين. مش عارف انا ممكن نشوف المشهد ده في مصر وفي 2018 في، يعني احنا بنتكلم على ان مصر بلد الامن والامان، دول يسمونا اولاد نعيمة. ايوه. في بين السرايات. ايوه. هما اعتدوا على الطالب بالجامعة الكندية. ايوه. الطالب احمد جميل شقيق الفنان حاتم الجميل. مأساة، مأساة حينما تجد هذا المشهد على ارض الكنانة مصر. البلطجة ليس لها مكان من المفترض في مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية التي تقوم بعمل كبير وبرجوع الأمن بنسبة كبيرة، مش هنقول 100% لأن مفيش شيء كامل في هذه الأيام يعني. لكن لما نشوف المشاهد دي اللي حضراتكم شايفينها في مصر البلطجة، لازم في الجانب يكون هناك قانون رادع وعقاب رادع ومانع لكل من يسول له نفسه البلطجة وترويع الآمنين. الحقيقة يعني مشهد مؤسف. الفيديو بنشوف، تخيل ترويع الأطفال اللي في الشارع، ولما ناس تيجي عليك بسنج وبسلاح أبيض وراء شاب مؤدب كل الناس تشهد له بالخلق. فالحقيقة مشهد مؤسف يعني. أنا مش الفيديو كامل يا أستاذ أحمد، لأن بعد الفيديو بيجي مجموعة اللي هم أولاد نعيمة. بيجي أولاد نعيمة بالسلاح الأبيض وبيعتدوا على الطالب أحمد جميل. كيف رأيت المشهد يا أستاذ حاتم؟ والله حضرتك احنا لينا شركة لينا شركة سارة تصدير، ده فرع من الفروع بتاعها في منطقة بين السرايات، لان احنا بنستورد مكان تصوير مسندات. فده الشارع دون شارع ده احمد اخويا اللي بيجري دون، وده واحد من اولاد نعيمة بيجري وراه. تمام. كل ما في الموضوع ان انا احمد اخويا لينا عقار قريب من الشركة في مخزن. حاتم والله العظيم المشهد مؤسف. طبعا السيد وزير الداخلية، المشهد ده بيهين الامن. هذا المشهد هو يعني في الدرجه الاولى خطر على الامن، يعني لابد الا يحدث مثل هذه المشاهد، لابد ان تحدث هذه المشاهد في مصر في ارض الامن والامان. نطالب بالسياحه ونطالب بالاستثمارات، لن يكون هناك سياحه ولن تكون هناك استثمارات وهناك بلطجه في الشوارع. لا يأمن الناس يعني. السلاح الأبيض في وضح النهار مصيبة بالحقيقة يعني. اتفضل فناننا الجميل. كان أخويا معاه عامل بينقل من مخزن الشركة لمقر الشركة. الشارع ده شارع كله فاتحين شركات بتبيع ورق تصوير مستندات ومكان تصوير مستندات. احنا شركتنا بقى لها 20 سنة شغالين. تمام. لينا فروع في أكتر من مكان، فده فرع من فروع الشركة. اخويا كان بينقل من المخزن بتاع من احد المخازن للشركه، معاه عامل ماسك عربيه يد زي الموجوده في قدام حضرتك على الشاشه. فالمهم بيعدوا اولاد نعيمه دول واخدين كل الارصفه الملاصقه لجامعه القاهره. طب فين الحي من الكلام ده؟ لا باليد يعني زي بالدراع بلطجه، ما حدش يستطيع. وبعدين اللي يعمل معاهم اللي يحاول يعمل معاهم مشكله او حاجه يضربوه، ولو عمل محضر يكسروا له بيته ويكسروا له محله، وده متعرف عنه. ده الموضوع بتاعنا خلى منطقه بين السرات تخرج عن الصمت، وبدات الناس تتكلم وياخدوا، لان كان كله بيخاف. انا شايف المشهد. ايوه. يعني مخرجنا الجميل. المشهد سكينه يعني في وسياخ حديد وسواتير يعني. لا هم معروفين باولاد نعيمة. ده غير اللي طلع يجري في الاول يعني. انا بس عايز اقول يعني ده مش حكايه ان واحد بيتخانق مع حد، ده ترويع للاطفال في الشوارع، النساء في الشوارع، ترويع بكل ما تحويه الكلمه يعني. وبرضو عايز اقول فين الناس يعني، فين الاهالي، فين الاخوه بتاع زمان يعني. لا مش موجود. ان انا اقف اتفرج. انا لاحظت في اخر الفيديو لاحظت في اخر الفيديو ان في حد بيتفرج يعني. فانا يعني مش عارف وبستعجب يعني.
يعني عشرات الاهالي واقفين يتفرجوا على المنظر، يعني كان ايديهم يحلوا الوضع شويه، يتدخلوا عشان لا تحدث ما كانت. اهو شوف الناس بتتفرج، يعني هو كانه فيلم تلفزيوني، ناس بتصوره وهم واقفين يتفرجوا بيستمتعوا بذلك. يعني مش هي دي والله اخلاق الشعب المصري، ليست هذه والله اخلاقيات اخلاقيات الشعب المصري. الشعب المصري دائما شعب غيور، شعب يقف مع المظلوم، يقف مع الضعيف. ومعنا اتصال الاستاذ محمد عثمان، محامي شقيق الفنان حاتم جميل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ يعني بما وصلت الامور في موضوع او في قضيه الاستاذ احمد جميل شقيق الفنان حاتم جميل، ومعي في الاستوديو الفنان حاتم جميل. انا طبعا بمسي على حضرتك وبمسي على الفنان الجميل. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ استاذ حاتم، ازي حضرتك حبيبي؟ مساء الخير يا متر. طبعا انا بدايه، يعني انا بوجه النداء للدوله من هذا المنبر الاعلامي الكبير، ان انا الناس دي ضد يعني انا عاوز الدوله كلها تبقى ضد البلطجه. يعني دوله يعني مصر بلا بلطجه؟ يعني للاسف الشديد الشوارع اتملت بلطجه. الناس المحترمه، احمد جميل راجل جميل، طالب في الجامعة الكندية، طالب جميل، طالب متفوق يعني ذو ومتميز في دراسته يعني. انا ما اعرفش يعني هو دلوقتي عوروه في وشه حضرتك. يعني احنا عايزين نقول يعني ماذا ذنب جميل؟ مستقبله ده حضرتك ده يشتغل ازاي؟ يعني انا عاوز اعرف حضرتك. طب يا فندم، وانت شايف ان ده تقصير من القوانين؟ يعني أنا هناك في مثل هذه القضايا هناك ليست هناك قوانين رادعة؟ يعني هناك القوانين الرادعة، قوانين حاليا للأسف الشديد مش رادعة برضو للبلطجية. يعني أنا آسف إن أنا أقول لحضرتك إن القوانين برضو مش للأسف الشديد رادعة يعني. مش رادعة للأسف الشديد. يعني إيه يعني يدمر مستقبل طالب بني آدم، وللاسف ياخد سنه او سنتين بعد كده. ايه يعني سنه او سنتين يتحبسهم وبعد كده يطلع؟ يا فندم هم تقريبا ضربوه في الوجه والراس يعني. طبعا يعني انتقام. طبعا 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 ده انتقام. وبعدين انا حضرتك ده انا في السلبيه الشارع المصري اتملى سلبيه. الشارع المصري للاسف الشديد في سلبيه غريبه جدا، الناس بقى عندها سلبيه غريبه جدا. من ايه انا مش عارف. يعني احنا زمان ما كناش كده. ما احنا شفنا يعني الفيديو ناس يعني احنا زمان بتشاهد المشهد يعني زمان ما كناش كده. شايف الناس قاعد بتتفرج على واحد بيتضرب وبيطلع بيته وبيطلع مقر الشركه بتاعه وبيطلع مقر الشركه بتاعه هم بيجروا ورايا. احمد عوروه الاول. عوروه هو بيجري كمان، بيتعور، بيتضرب باسلحه بيضاء. وانا مش عارف يعني مش فين الدوله، فين الناس؟ انا بضم صوتي وصوت برنامجي لحضرتك. فين الدوله؟ فين هذه المشاهد؟ لابد انها لا تحدث على ارض مصر الحبيبه. يعني لابد ان يتدخل يعني وزير الداخليه في هذا الامر. مجموعه من خمس اشقاء او ست اشقاء يضربوا ولد زي دوت. يعني انت حضرتك شايف دلوقتي حضرتك النقطه اللي انت حضرتك بتقول عليها، لو انت حضرتك بتتابع حضرتك قدام الشاشه هتشوف الفيديو ان في فعلا عشرات الاهالي يشاهدون المشهد وكانهم يشاهدون فيلم سينمائي. شايفين يعني. طبعا كيف ترى او لما وصل بين الحال الى هذا الامر استاذ محمد؟ يعني نعم يا فندم، يعني كيف ترى ولما وصل بنا الحال؟ ما الاسباب التي ادت بنا الى هذا الحال يعني؟ لا انا مش عارف، بس انا حضرتك بقول لحضرتك ان الناس بقى تقول انا ماليش دعوه، انا في سلبيه، في انا مش عاوز مشاكل. طب ما مش عاوز مشاكل، طب انت المشاكل دي استاذ محمد يعني القضيه يا استاذ محمد ان هو ايه؟ مش احمد فقط المتضرر، ما هناك ترويع للاطفال، وهناك ترويع للامنين، وهناك من يسكنون في بين السرايات يعيشون في قلق. يا فندم انا لو قلت ماليش دعوه وواقف في الـ في الـ في الواقعه ديت، ولو قلت ماليش يعني احنا دعوه، شفنا في بدايه الفيديو اطفال بيلعبوا كوره جريوا يعني، ده ترويع للاطفال يعني. يا فندم وبعدين بكره وبعده هيجي عليا انا، يعني انا النهارده الدور هيلف طبعا.
طبعا. بكره يعني وبعده انا ادي الاطفال اهو بيلعبوا في امان الله اهو. طبعا طبعا أوه. هو الناس دي طبعا الناس دي موجهه لهم تهم بالقذر. وانت اثرت نقطه في الحقيقه يعني نقطه مهمه، ان احنا لو الاهالي تكاتفوا مش هيبقى في اولاد نعيمه من غير الداخليه يعني. يعني لو 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 الاهالي ايد واحده ما اظنش ان هناك قوه يعني والله يا فندم، والله او هناك قانون واضح يعني. والله يا فندم لو الاهالي ايد واحده مش هنحتاج لشرطه، مش هنحتاج لقانون، مش هنحتاج لاي حاجه. والله بقى ايد واحده متر ان شاء الله بالحمله بتاعت ليلى البلطجيه. كلنا هنتكاتف، كلنا هنتكاتف ضد الناس دي. المفروض نتكاتف ضد الناس دي يا فندم، المفروض. انا بوجه نداء من خلال المنبر الاعلامي الكبير اللي بتاع حضرتك، بقول لحضرتك لازم الناس كلها تتكاتف ضد البلطجيه، لازم نتكاتف. لو ما احنا ما كناش ايد واحده، للاسف الشديد البلطجيه دي هتاكلنا كلنا، يعني هتاكلنا كلنا. يعني لا للبلطجيه ولا ايضا في الجانب الاخر لا تكن سلبي، يعني تشاهد المشهد أحمد تشاهد أحمد يعني شخصا يقتل وانت تستمتع بذلك يعني. زي ما قال زي ما حضرتك قلت الدور أحمد ممكن يكون على احمد، مش عارف الدور الجاي على مين يعني. احمد انا بالظبط كده، احمد انا اعرفه عن قرب شديد جدا. احمد ولد مؤدب جدا، هادي جدا، صوته ما بيطلعش يعني حاجه غريبه وبعدين انا بستنكر اللي الناس عملته، يعني الناس واقفه تتفرج تتدخل، ده دي مشكله في حد ذاتها. بتبقى بقى القانون، القانون ده حاجه ثانيه، القانون ده وجهه ثانيه. يا استاذ حاتم جميل عايز يقول حاجه. يا استاذ محمد انت عارف طبعا الحمله اللي انا عملتها بدايه من بين السرايات اللي هي بتقول لا للبلطجيه، واللي جامعين جامعين توقيعات الناس طبعا تحت رعايتك القانونيه المقدمه للسيد النائب العام والسيد وزير الداخليه عشان هتبدا من هنا، وفي بعض الجرايد عايزين يتبنوا الموضوع ان يبقى على مستوى مصر لا للبلطجيه، فاحنا بنقوم بالحمله طبعا بعد طبعا تحت رعايتك القانونيه وبدأنا فعلا الحمد لله رب العالمين، وصلنا لعدد كويس على مستوى اهالي بين السرايات، وان شاء الله الموضوع في جرايد وناس تعاونت عايزين يخلوا الموضوع معمم على مستوى مصر من كتر الحالات. انا عاوز اليومية. بس كلمه اخيره، طالما في اعلام شريف زي قناتكم الموقره انا متفائل خير، بس وده هدفنا طبعا في القناه بس كده يعني. انا 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 ارجو من كل منبر اعلاني شريف ان يحارب. نشكرك يا فندم، ونحن متضامنون معكم في هذه الحمله، وبنشكرك يا فندم ورسالتك وصلت. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد عثمان محامي شقيق الفنان حاتم جميل. لدخل الوقت فناننا الجميل، كان نفسنا يبقى الوقت اكتر ونستمتع مع حضرتك، لكن بنعد الساده المشاهدين ان الفنان حاتم جميل يبقى معانا في رمضان ان شاء الله سهره كده رمضانيه ويكون عندنا اداء كبير للفنان حاتم جميل ونعرضها لحضراتكم، لانه اعماله فعلا تستحق المشاهده. في دقيقه تقول لي رساله او الحمله لا للبلطجيه. والله يا حملة لا البلطجية الهدف منها هو كان بداية موضوع أخويا، وبعدين أنا تواصلت مع أستاذ وائل إبراشي وفعلا عملت مداخلة وقناة الحدث اليوم وكثير من الجرايد والصحفيين، يعني اجتهدت مع اللي هم أصحابي ومعارفي وعلاقاتي الحمد لله رب العالمين، وكله بيتهافت على أنهم يتبنوا الموضوع، لأن الموضوع خد شكل أوفر جدا، وعلى القنوات وعلى اليوتيوب حاجة صعبة، كل يوم حادثة قتل، بيجتمع بلطجية على قتل واحد أو بيجتمع مجموعة على جرح واحد قدام الناس وتعريته، وطبعا دي مشاهد معلومة للناس كلها، ولكن لازم الناس تقف بقى، لأن الناس اللي هي دايما خايفة ما فيش خوف بقى خلاص، لأن كلنا متكاتفين. هنرجع مصر بتاعت زمان في ظل رعاية السيد الرئيس السيسي، ما فيش بلطجية، لأن هو حقق الأمن، والعناصر الإجرامية هي مش 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 إرهاب بس، لا، العناصر الإجرامية هي البلطجية وهي الإرهابية. نشكرك فنان الجميل، والله استمتعنا بالوقت مع حضرتك يعني، وإن شاء الله الحق يرجع لأصحابه والنخوة والشعب المصري يعود للعهد الماضي، عهد الرجولة وعهد النخوة، لأن الشعب المصري دائما ما يسطر القوة ويسطر الجمال وجمال الشخصية وجمال الرأي. في الحقيقة يعني الأخلاق كنا نحتاج ليس ثورات على الأنظمة، إنما نحتاج إلى ثورات على الأخلاق
بعد الثورات، اخرجنا من انفسنا من سيئات كثير ظاهره من الانفلات الاخلاقي. في نهايه هذا اللقاء اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الفنان والنجم الكبير الفنان حاتم جميل. شكرا شكرا الفنان الجميل. شكرا. والى ان نلقاكم في حلقه اخرى، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.